تسليط الضوء وش صار كان على ليكيب ليكيب ان تاع المروك شنو هو نحن كنقولوا احنا المروك نقولوا في المحلي الجزائر اقوى ونجي نقولوا شوفوا المغرب لا بالعكس هم في المحلي في المحلي في المحلي هيك في المحلي هيك في الم في المحلي لا لا في المحلي هيك في المغرب الوداد الاخرانيه هزتها الوداد سامحني هو حمل لقب وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. الصراحة استفزني واحد داير فيها صحافي تونسي، وصراحة تمنيت كون كنت معاه في ذاك البلاطو كون قفطت عليه مزيان، لأن الطريقة اللي كان كيتكلم بها يا إما السيد ما عارفش مسكين عدخلوه لقوه في الزنقة ودخلوه يجريوا معاه هذا الحوار، يا إما الغاية دياله هو أنه يطيح من لاعب المحلي المغربي في المقابل أنه يطلع القيمة ديال لاعب الجزائري المحلي. فنمشيو معك نقطة نقطة. قلتي بأن المنتخب الليبي قوي ولكن ما مشاركش في البطولة. الله يودي على المباراة الأولى ديال المنتخب الجزائري مع من؟ مع منتخب ليبيا، منتخب مشاركة صح. انت ما عندكش المعلومه وجاي كتعطي مغالطات غلطه للجمهور ديالكم. قلتوا بان الجزائر دارت ملاعب عالميه ودارت وكذا وهاد الشان ما كانت ساويه والو عطاتها قيمه، لا مش عطاتها قيمه، هذاك على الحرمان. الحرمان صديقي، واحد البطوله بقات الكاف في راسها اخر دوره عندها لصقتها للجزائر، الشان بطوله فاشله، والدليل هو ان المنتخب التونسي ما كيلعبهاش لانه عرفها بطوله فاشله. انت كتهضر على الشان صاحبي، المغرب راه 2006 كيتنافس على كاس العالم، 2006 انت باقي كتنظم الدورات الرمضانيه وما كتكملهمش، 2013 2014 كاس العالم للانديه تنظم في المغرب، حنا كنقلبوا على شي حاجه ديال العالم اللي كيتبعها العالم، كتروج الاسم ديال البلد ديالك. انت من الشان صاحبي، الشان ما كيتفرجوش فيها حتى الافارقه. وراه كاس العالم 2026 المغرب مع من منافس؟ الولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك، وما تسرطناش اليوم حتى الاخر لحظه صاحبي، مشينا معاهم حتى لابعد نقطه. لا للعوده للوراء، ولو انها الولايات المتحده الامريكيه وباين بان التحالفات ديالها والنفوذ ديالها كبر ومع ذلك ما رجعناش للور. تشوف المغرب في كيلعب وشو انت باقي كتهضر لي على الشان وكتهضر لي على بطوله وكذا. ودابا نجيو معاك للنقطه الاهم اللي هضرتي عليها، هو انك حاولتي تقزم من اللاعب المحلي المغربي. واش هذا حقد عندك على اللاعبين المحليين المغاربه، او لا مجند انك تطلع القيمه ديال اللاعب المحلي الجزائري مع اللاعب المغربي، مع العلم ان اللاعب المحلي المغربي على سواء الانديه سيطره كبيره، على مستوى المنتخب سيطره كبيره. تاش كتقارن صاحبي؟ اخر جوج دورات ديال هذه النسخه ديال الشان شكون اللي فاز بها؟ اللاعب المحلي المغربي. لو هذه واعره بعدا، اخر دوره شكون داها؟ المغرب. المباراه ديال البراج باش تاهلنا نلعبوا هذا الشان هذا، مع من لعبنا المباراه ديال البراج؟ مع المنتخب الجزائري، بشحال سلخناه؟ 3-0. فين هو اللاعب المحلي الجزائري؟ ترى على ظهره طلعنا دينا هذاك البطوله صح، على ظهره 3-0، وجاي كتقول بان اللاعب المحلي الجزائري اقوى من باش قوى؟ على مستوى الانديه العربيه شكون دا البطوله العربيه؟ الرجاء، تشامبيونز ليغ، الوداد، الكونفدراليه، نهضش بركان، السوبر الافريقي، نهضش بركان، اش بقى؟ لا لهاد الجزائريين ولا ليكم حتى انتوما التوانسه، شنو بقى؟ الشان المنتخب المغربي، الكؤوس كامله لا عربيين ولا افريقيا للمغرب، وثمن تشامبيونز ليغ ديال النساء داها نادي الجيش الملكي النسوي. المنتخب النسوي المغربي وصل للفينال ديال كاس افريقيا، اول منتخب عربي غادي يشارك في كاس العالم، شكون هو؟ المغرب النسوي. وتعالى ديك حتى الفوتسال عاوتاني، البطوله العربيه في النسختين الاخيرتين شكون داها؟ المنتخب المغربي للفوتسال. كاس افريقيا في النسختين بجوج الاخرين شكون داهم؟ المنتخب المغربي للفوتسال. فين بغيتي نمشي معاك اصاحبي؟ تاش خلينا ما خلينا والو، اللهم زيد وبارك. ويجي واحد خلينا ساكتين ما بغيناش نسبو، يبدا يقزم من اللاعب المحلي المغربي بلا ما نهضروا على المنتخب الاول اللي وصل المركز الرابع على مستوى العالم، فيه 11 لاعب، 11 لاعب من تكوين البطوله المغربيه، 11 لاعب تكونوا هنا في المغرب عاد خرجوا. سير صاحبي ناقش المشاكل اللي عندك لداخل اصاحبي، فوت عليك الكره القدم. سير ناقش الحليب اللي ما كايناش، ولا ناقش شي حاجه مع قيس تعيس. ونختم معاك بهذه المعلومه وعقل عليها مزيان، الا كان التحكيم نزيه في هذا الشان هذا، الا كان التحكيم نزيه، المنتخب الجزائري ما غاديش يتعدى الدور الاول، وعقل عليها مزيان. الدليل هو المباريات الوديه اللي لعبهم بوكرا كاملين تقريبا تعادل فيهم، او لا اغلبيه منهم تعادلهم، مع العلم انه لعب مع منتخبات عاديه جدا. نتلاقاو بعد الشان وعقل عليها مزيان. نخليكم مع شنو قال الاعلام التونسي، نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، خليو لنا لايك، خليو لنا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشاركش معنا يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا دائما. انطلاق الشان نهار الثلاثاء الجام في يعني نهار الجمعه، ملعب نيلسون مانديلا، مباراه الجزائر ليبيا. الجزائر استعادت كما يجب للشان خالد
كما نشوفوا عطاو قيمة كبيرة للمسابقة من خلال رصد بنية تحتية بمعايير عالمية. شفنا حتى من لعبية المنتخب الأول خالد تبعتك شوية البارح، سليم سليماني، رياض محرز، يوسف العطال، كلهم يروجوا للجزائر، مرحبا بكم في الجزائر. مسابقة كما كأس إفريقيا المحليين ما تاخذش الإشعاع هذا وما تاخذش الاهتمام هذا عادة، لكن الجزائر قاعدة تكتسب في ثقافة التنظيم بعد ما نظمت وهران الألعاب المتوسطية، تو تنظم كأس إفريقيا المحليين. الهدف هو تنظيم كان 2025، هذا هو الهدف بالنسبة للجزائر. خالد صحيح أمين، أنا ما شوفش كانت الجزائر معناتها قاعدة تسوق في البلاد نتاعها وفي الاتيغان نتاعها. نشوف المغرب سورتو بك الأكاديمية نتاع محمد السادس، أكاديمية عالمية. تشوف انت لي جوغ انترناسيونال كيما سليماني ولا محرز ولا الناس كل ما تهبط في الهيستوري وتسوق ببلادها. ان شاء الله نشوفوا نجي نهار ونشوفوا تونس هكاك لي جوار التوانسه، ونشوفوا ساعه قبل هذا كل نشوفوا كيما كنا نحكيوا على البنيه التحتيه وعلى الملاعب نتاعنا، خاطر ما تنجمش تسوق انت بلادك وليتيرا نتاعك كاتاستروفيك ولا الشامبيون التو ولا رجعت وترجع ماتش والليك دو يرتاحوا شهرين والليك دو ترتاح شهرين سبع جولات 22 يوم. نكونوا شويه معناتها اوكي، معناتها نمشيوا للبوزيتيف. شوفوا الكومبلكس الطياره والاوتيل السيغال اللي في تبرقه، وعلاش ليه من النقطة هذه نبنيه بشوية بشوية. ما حبش يقولي على قيمة بناء ملعب، ما حبش يقولي. أنا نحب نشوف اسكو هما مثلا اللجنة هذه اللي عندهم لبنات الكومبلكس هذه، اسكو كيما راو في تبرقة، اسكو كي ياخذوا على عاتقهم وعلى يتفاهموا مع الدولة التونسية، اسكو شوفوا رادس وزويتن ومستير والليترالي عنا الكبار، اسكو شوفوهم بالكاليتي هذيك وبالصيانة هذيك ولا لا؟ وامين الحقيقة خلينا شوية بوزيتيف، خاطر ياسر كي هانا اليوم، هانا اليوم مش اليوم، مش اليوم ايجابيين، هانا اليوم حتى الكل حبينا نحكيو على نقطة مذيئة حتى اللي بلاتو الكل تعبنا برج. انا تعبت، انا الحقيقة تعبت. ما ياسر في بلاتو الحوار التونسي عملوا ريبورتاج على عبد العزيز الشتيوي اللي خذته زاد شركة خاصة وتحسن نحكي لك اي فوالا، معناتها يزينا من التشاؤم، خلينا نمشيو لقدام. الشعب التونسي اللي راهو الكورة التنفس نتاع الشعب التونسي، راهو الشعب التونسي قلق وراهو باش تقد التولة. انا بالنسبة لي انا وشعب يبدا فرحان، خلي الكورة تلعب وخلي الماتشوات وخلي خلي كل جمعة فما ماتش وخلي الكورة معناتها نشوفوها كما كنا قبل. وان شاء الله القدام خير، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في خدام هذا كل منتخب المغرب. محمد لم يؤكد مشاركته في المسابقة، من لعبات المنتخب الاولمبي المغربي غادروا معسكرهم بالمعمورة البارح وسط شكوك حول المشاركة في الشان، حتى شيء ما هو رسمي لحد الآن. المغرب تشترط طبعا رحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة على متن النقل المغربي. الجزائر ترفض هذا الشرط وغلق المجال الجوي في وجه الناقلة المغربية، مرحبا بكم لكن على متن طائرة ماهيش مغربية. والله شوف تو يعني باش نحكوا كوره من بعد نحكوا خاطرات وكذا، باش ندخلوا في جاي والمجايين هذه تولي سياسه، سياسه الدوله وكذا ما ندخلوش فيها. لكن احنا طبعا باش نحكي كوره، نقول انا مثلا عموما يعني على البطوله كامله المرشح الوحيد هو الجزائر، هو الابرز هو الجزائر، لانه اول حاجه كما قلت انت محضر على بكري، ما كانش عنده كوب دي موند، بدا على بكري الشامبيون نتاعه، لعب جي 20 ماتش. احنا يعني حتى زاد مش اللي عاونوا زاد غياب المنتخبات القويه اللي كانت نتاع التحديات هي ليبيا وتونس ومصر، برشا حاجات خدمته. نشوف يعني المروك، زاد المروك في شك يلعب ما يلعبش مش يجي ولا المغرب المنتخب الاولمبي 23 سي ما علاش انا نقول لك علاش، خاطر الهاله الاعلاميه والجوارات الكل اللي تسليط الضوء صار كان على ليكيب تاع المروك. شنو هو نحن نقولوا واحنا المروك نقولوا في المحلي الجزائر اقوى، ونجي نقولوا شوفوا المغرب لا بالعكس مهم. في المحلي هيك في المحل هيك في المحلي لا لا في المحلي هيك في المغرب الوداد الاخراني هزتها الوداد سامحني اي هو حامل لقب المغرب حامل لقب في الشان حامل لقب انت تحكي على تو تعتبر خاطر حاضر ومحضر لها من قبل
وون بلوس يعني حتى المروك التحضيرات نتاعو المغرب التحضيرات نتاعو جات متزامنه مع ليكيب ناسيونال مع كوب دي موند يعني ماهوش محضر على ذاك هو قاعد في شكوك يمشي لا وحنا كي نقولوا المغرب نقولوا الوداد والرجاء ما فماش حاجه اخرى لا هو شكوك على لهابي بركانه شوف هي كانت هي الشكوك راهي امور سياسيه هي في المغرب كل شيء شوف هو في المغرب كل شيء انا عندي سياسه نتاع دوله بيني وبينك السياسه من قبل ما يصير الشان من قبل ما نحكيو في كوره السياسه خاطي كوره وحتى خاطي كل شيء يا اخي انا شنو المشكل انا نركب في طيارة اخرى قال لك مرحبا بك حط طيار اخرى بالعكس إيه الناس كلها تجي معاك امور سياديه امور سياديه معناها كي يقول لك الملك محمد السادس المشكله قبل الشان المشكله قبل الشان هي شنو باش تجي تخالف اوامر المشكله قبل الشان انا ما ندخلوش في السياسه خاطر باش نقول لك انا مثلا الجزائر تشوف المروك ظالمه من الاول ما ندخلوش في السياسه بيه. لكن يا خويا بدل طياره وانا جيتك شنو المشكل قص بالعكس بالنسبه لك انت محمد بالنسبه للمغاربه مشكله كبيره بالنسبه للراي العام بالنسبه للراي العام للمغرب هي بارامور المغرب ما ينجمش يشارك في الشارع ما ينجمش خاطر مش حاضره كيف تونس راه جات في الرد ما تحبش تشارك في الشارع به بون تونس ودي ضغط الرزنيه ما معناها ضغط الرزنيه ما قرش انا الوحيده اللي هزيناها نحن 2011 هذيك شوف انا بيدي حتى الغيابات هذه انت حاضر فيها وقتها هزيناها هذا حاضر في السودان في السودان تعرف ضحكوا لعب عندها 12 سنه جات بالثوره ونهرتها من بعد الثوره بجمعتين فيبري هزينا نحن ولا حتى الشان هذه انا نشوفها حتى فنيا مش تكون متوسطه على الاخر زعما حتى يعني حتى من ناحيه تسليط الاضواء مش تكون اعلاميا مش تكون اي اعلاميا فما عديد الاعلامية باش تغطي الشان ملاعب جميله ملاعب جديده محمد اي فما شارم فما شارم خويا فما شارم في الكوره في تاع الشان فما شارم زاده فما مثلا كي تونس تبدا مش موجوده ولا مصر مش موجوده ولا مصر مش موجوده سيرتو هذوما زوز الشارم يتيح النص نقول كانت اول فيديو ديال اليوم خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات ما تخلوش عليا بالراي ديالكم الناس مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب